فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قصة كليم الله ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله إلى فرعون وقومه، فرعون الطاغية المتكبر في الأرض، الذي ادعى الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا غره طغيانه وملكه وقوته حتى تجرأ على الله سبحانه وتعالى فنازعه الربوبية. وهذا من جهله ومن ضعف عقله، لأنه يعلم أنه مخلوق ضعيف، وأن الربوبية لله رب العالمين، ولكنه غره طغيانه وأراد أن يغرر بقومه، فاستخف قومه فأطاعوه، فادعى هذه الدعوة التي لم يدعها أحد غيره إلا النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت. وكان يخاف من بني إسرائيل، لأن أهل مصر يتكونون من طائفتين: طائفة الأقباط وهم قوم فرعون الذين فيهم الملك، طائفة الثانية بنو إسرائيل من أولاد يعقوب، إسرائيل ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهم ذرية الأنبياء. فكان فرعون وقومه يتخوفون من بني إسرائيل أن ينتقموا لأنفسهم في يوم من الأيام، لأنهم يعلمون طغيانهم وجبروتهم وأفعالهم، فخافوا أن ينتقم بنو إسرائيل لأنفسهم من هذا الطغيان، فصاروا يذبحون أبناء بني إسرائيل، يستحيون نساءهم، كلما ولد مولود ذكر لبني إسرائيل قتلوه ليضعفوهم. ولأنه بلغ فرعون عن طريق بعض الكهنة أنه سيخرج من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده، فزاد شره وطغيانه، فصاروا يقتلون أبناء بني إسرائيل خوفا من ذلك. ولكن أمر الله نافذ، ولا ينجي حذر من قدر. فلما ولد موسى عليه السلام ألهم الله أمه أن تجعله في صندوق من الخشب تحكمه عليه، وأن تضعه في النهر، ففعلت ذلك، فذهب به الماء إلى أن ألقاه في قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون، التقطوا هذا التابوت، ولما فتحوه وجدوا فيه هذا الغلام، فأراد فرعون أن يقتله. قالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فتركه من أجل هذه المرأة المباركة،
ونشأ في بيت فرعون يأكل من طعامه ويلبس من لباسه ويركب على مراكبه، وصار مقدما فيهم، فالذي كان يحذر منه صار يربيه بأمر الله سبحانه القدري الكوني، صار يربيه ويغذيه في بيته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.